السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة العلم والمعرفة علم نفسك بنفسك. جينا لكم بفيديو جديد عمل عشة أو سلاكة للحمام. طبعا العشة والسلاكة بتاعت الحمام اتعملت كتير على فيديوهات كتير على اليوتيوب، وأنا إن شاء الله هشرح لكم بس إزاي بتتعمل، والباب الحاجة الوحيدة اللي ما اتعملتش على اليوتيوب هعملها لكم قدامكم وأركبها لكم قدامكم إن شاء الله. أول حاجة عندنا بنعمل جناب السلاكة، مستطيل، وبنعمل على قد طبعا ما احنا عاوزين، عاوزينها دورين عاوزينها ثلاثة، نعملها زي ما احنا عاوزين. طبعا دي الابواب، هي الابواب دي طبعا الابواب الجرار دي انا ما شفتهاش حد عملها على اليوتيوب خالص، اعملها قدامكم وازاي تركبوها. انما العشة اتعملت كتير فعشان كده ايه بشرح لكم بس ان هي ايه بتتعمل ازاي. بتتعمل عبارة عن مربعات او مستطيلات، وبتبتدي تدبس الخشب بالقوايم من الداخل. طبعا انا عملت هنا نوعين من الابواب، نوع الجرار دوت بابين جرارة هما من الداخل والخارج، وعملت باب واحد جرار من تحتيه، والنص قفلته بايه بشبكة سلك، والنص قفلته بشبكة سلك. يبقى عندنا نوعين من الابواب، نوع بابين جرار ونوع باب واحد جرار ومقفول القطعه اللي الثانيه. وعملت برضك كان عندي شويه شبك، واخدين بالكم، عملتهم عباره عن ايه، عن شبك ثلاجه. شبك الثلاجة ده كان موجود عندي فقلت استفيد بيه. اهو اتفتح كده البابين كده، والباب التاني اهو. دي طبعا انا خليتها كلها واحد، يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع نستفيد بالحاجات اللي عندنا، عشان طبعا الخشب غالي فبنوفر خشب يعني، وبنعمل بأي حاجة من اللي عندنا بحيث ان احنا نوفر خشب. فديت عملت شبك التلاجة دوت، عملته بايه، عملته بيبان تحت للي تحت، وهنا عملت البيبان زي ما قلت لكم، باب جرار واحد والنص مقفول، وهنا بابين جرار. دلوقتي هفصل معاكم الفيديو، اوقف الفيديو واشتغل في الباب، ابتدي اشتغل لكم في الباب واوريكم ازاي بيتعمل. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباب بيتكون من عدد اربع خشبات مقاس 42.5 وأربعة 25 سنتي وأربعة 23 سنتي. أوريكوا إزاي بنركب الباب، بنشتغل في الباب ونعمل الباب. أول حاجة بنجيب مقاس السلك بتاعنا وبنبتدي نحط السلك ونساوي السلك. نبتدي نساوي السلك وندبس بالدباسة. دلوقتي دبسنا أول قطعة خشب، دي القطعة اللي هي بالعرض، القطعة اللي هي بالعرض اللي هي أقل اللي هي 23، هنحطها بردك كده ونبتدي ندبس بردك.
في الاتجاه التاني ندبس طبعا. انا بفصل الفيديو علشان طبعا ما اطولش عليكم. طبعا احنا هنا دبسنا، احاول طبعا اسرع، انا مش عاوز الفيديو يبقى طويل عشان عندي بياخد وقت في التحميل على اليوتيوب وعشان وقتكم معايا برضك. يا رب يكون الفيديو واضح عشان تشوفوا طبعا احنا هنا خلصنا اول حاجة، هنبتدي نقص مقاس السلك بتاعنا. كده احنا قصينا السلك، نبتدي نعمل المرحلة التانية وهي نفس الحكاية. لو قلتلكم بتتكون من 4 خشبات، 42.5 و4 23. هنبتدي بقى ندبس الخشبتين فوق بعض. طبعا المسامير اللي جايبينها اقل مسامير اللي هي 2 سم، برضك بنتنيها من ورا، بنبتدي نتنيها ونركب الخشبة اللي بعدها. وبرضك نقلب كده ونتني المسامير، نبتدي نحط الخشب تانية لنفس المقاس. هو الباب كله عبارة عن 8 خشبات و4 يبقوا 12. طبعا بالمقاسات اللي انا قلت لكم عليها دي، المقاسات طبعا بتختلف من سلاكة لسلاكة، يعني مش كل المقاسات زي بعضها، على حسب المقاسات اللي انت عاوز تعملها. بس انا بوريكم الطريقة عشان انا ما شفتش على اليوتيوب حد عمل الباب ده خالص، اللي هو الباب الجرار بتاع السلاكة، وقلت اوريه لكم. كله بيعمل السلاكة وبيجي عند الباب ما يعملوش.
طبعا الباب طبعا في ناس كتيره ما عندهاش الفكره بيتعمل ازاي. دلوقتي الباب اكتمل معانا اهو، نايس. المجرة بتاعته اللي هنمشي عليها البيبان، هنوقف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا فصلنا عشان الفيديو ما يبقاش طويل معاكم. طبعا انا ما رضيتش اعمله على فيديوهين، قلت اعمله على فيديو واحد عشان الناس ايه ساعات ما بتلاقيش الرابط بتاع الجزء الثاني، مع ان انا ببقى منزله تحت الفيديو. اي رابط ما تعرفش تلاقيه او جزء تاني من الاجزاء ما تعرفش تلاقيه، هتلاقي الرابط بتاعها تحت الفيديو. عشان في ناس بتتصل بيا وتقول لي ان مش لاقيين الجزء الثاني، فالرابط بتاع الجزء الثاني والثالث بيبقى تحت الفيديو. طبعا احنا ركبنا هنا واحده من تحت وهنركب واحده من فوق. دي المجرة طبعا لازم تبقى بالمنظر ده. نفس الفيديو دقيقة واحدة ونرجع لكم تاني. نبتدي نركب الجنب التاني بتاع الباب. طبعا دوت باب واحد، وانتوا بتعملوا بقية الابواب عليه على نفس الطريقة. القطعة الثانية والأخيرة في الباب، بعد كده أوريكم الباب بيركب إزاي. طبعا الباب اكتمل اهو، وادي المجرة ماشي فيها الفرع من جوه اهو، المجرة اهي والمجرة التانية اهي، وهوريكم ازاي الباب بيركب. عندنا هنا مجرتين، في خشبة من جوه وخشبة من بره. دول الخشب ده اللي بيمشي عليهم الباب لازم كده، واتنين فوق بردك نفس الحكاية، واحدة اهي واحدة اهي، اتنين اهم واتنين تحت، واحدة بيمشي عليها الباب اللي جوه وواحدة بيمشي عليها الباب اللي ايه
اللي من الخارج. طبعا ده الباب الاولاني اهو فلكت، طبعا عشان خاطر الفيديو احنا هنبقى نثبت، بس ايه هنوريكم البيبان بتركب ازاي. وادي الباب التاني اهو، طبعا انا ما ببقاش مثبت الخشبة اللي فوق الا لما اركب البيبين، اركب البيبين وبعد كده ثبتهم، علشان لو ثبتهم مش هتعرف تركب البيبين لان ده نظام مجرى اهو. وكده يبقى خلصنا احنا شغل البيبان بتاعتنا وركبة البيبان. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.